لورغانيزم دو كريدي اللي لابس الغرافطات ومريحين في ليبيرو ديالهم، حنا اللي كنخلصوكم نتوما. عندي مثلا 20 بالو اللي كنخلص البنك في الشهر. بالنسبه دابا للسيارات انا عندي 22 سياره واقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الشهر العظيم يدوز على الأمة الإسلامية على خير وبخير إن شاء الله، والرزق إن شاء الله الرحمن الرحيم. وبعد الموضوع ديالنا الإخوان، معكم شاكر برامي إدريسي صاحب شركة كراء السيارات في الدار البيضاء. بغينا نطرق لواحد الموضوع شاف ليه سيدنا رابور ديال 3 mois ديال لي تريت. كنتفاجئوا في هاد لي دوجور لي زورغانيزم دو كريدي كيفاجئونا بواحد الاقتطاعات جديده، ما عرفناهاش منين، ما عرفناهاش منين جات، علاش، كيفاش، ما فهمناش. حنا على ما فهمنا انه ثلاث شهور هادي غادا تحيد، دابا 3, 4, 5, 6 غادا تحيد دابا، وغادا دار في الاخر ديال الطابلو دامورتيسمون. اليوم كنتفاجئوا جاونا بزاف ديال الاتصالات، عيطوا الاصدقاء ديالنا. الاسطول ها هو واقف كما كتشوفوا. لا سيونس حتى هي ما عرفناش كيفاش غادي نتعاملوا معها. السيارات هما واقفين دابا شهرين، من نهار 15 في شهر 3 وهما واقفين السيارات. حنا دابا كنخلصوا واحد 60,000 درهم ديال 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 الكريدي ديال لي شيك عاطينهم لا سيونس، وهما اللي طريت زادوا علينا بواحد زيادات مهوله بزاف. ما فهمناش. بغينا نفهموا، بغينا نعرفوا راسنا، حنا راسنا من رجلينا. هانتوما كتشوفوا دابا السيارات هما لي زاكسيدون ديال السيارات، ولاسيرونس واقفه، كنعيطوا ما كاينش لي زيكسبير، هذاك الشيء كلشي ثقيل، سيستيم ما فهمنا حتى شي حاجه. حنا كناجدوا جلاله الملك وسيد سعد الدين العثماني باش يدويو مع ديك لجنه اليقظه باش ترأف بهاد الناس ديال كراء السيارات. لحقاش راه تهلكوا الناس، راه غادي يتهلكوا، وراه هذه هي الضربه القاضيه. نقولها لكم انا من هذا المنبر، الدقه القاضيه هي هذه ديال كراء السيارات. هو اصلا اصلا كراء السيارات غير مهيكل، ما عندوش لا ساس لا راس. ما اش غنقول لكم، والله الا عجزنا على التعبير. كنتمنوا من الله عز وجل يشوف فينا والله يرفع عندنا الوباء. خويا هذا القطاع عندنا ديال لوكاسيون بانه غادي في التهميش، وهذا القطاع راه حنا ضررنا فيه بزاف. واليوم بان كنتفاجئ بان واحد البنكه كتصيفط ليا واحد الورقه على حساب باش نكاليزيها، فيها مده 3 شهور باش يحبسونا الطريطات ديال البنكه. ودابا ملي جينا نشوفوا بان هاد الورقه ملي تكاليزات مدة 3 شهور، كنتفاجئوا بأن هاد 3 شهور غتسالي في شهر 6، في شهر 3 وشهر 4 وشهر 5 غادي تسالي. ولكن الغريب في الأمر هو أن ملي غتسالي هاد 3 شهور باش غنلقاو حنا هاد الشيء اللي كيتسالونا مثلا البنكات. وبحال مثلا أنا عندي مثلا 20 بالو اللي كنخلصها البنك في الشهر، وبان عندي الفاسيليتي مع لا ميزو. ودابا المشكل ديال الفاسيليتي ما كيرحموناش. حنا دابا الحديد راه واقف، يمكن كتشوفوا الحديد كله واقف. عندي 40 طوموبيله خارجين فيها 3 طوموبيلات، ومن غير نخلص انا هاد 20 مليون وعندي الفاسيليتي مثلا فيها 70,000 ديال الدرهم. وهاد الشهر هذا شهر 4 الحديد كله واقف، وما كندخلوا حتى شي حاجه،
واضطرينا باش نخلصوا، مشينا حنا كنتسلفوا باش نخلصوا حنا الفاسيليتي ديال لا ميزون. مول لا ميزون كيقول لك هذاك رزقي انا، غير تعاونت معاك بيت ساعدت معاك عليه خصني نتخلص فيه، انا ماشي سوقي فهاد الفلوس مني غتجيبها ولا داكشي شغلك انت. انا عاد ساعدت معاك عطيتك فاسيليتي، ولكن في الشهر ديالي تخلص لي انا 7 المليون ديالي ديال لا ميزون، وعاد كاينه 130 الف درهم ديال البنك. دابا دوزنا حنا مثلا هاد الشهرين، هي مشات فيها شهر 3 ما خلصناش، شهر 4 ما خلصناش، شهر 5 حتى هو ما غنخلصوش حيت كاين رمضان. وهاد الكليه اللي غيكري من عندي من الطوموبيل شنو غيدير بها؟ الدوله كتقول لي تحرك مع 9 الصباح، مع 5 خصك تكون في دارك. اذا هاد الطوموبيل راه ما عنده ما غادي يدير بها السياد، وما غيستافد منها حتى حاجه باش غيكريها. شنو هو الفاسيليتي؟ اشرح لنا الفاسيليتي. الفاسيليتي هي مثلا كتاخذ الطوموبيل كتعطيك مثلا البنك 50 ولا 60%، هذيك 40% اللي كتبقى لك هي اللي كتسمى فاسيليتي مع السيد مول لا ميزو، هو اللي كيعطيك السياره. هذاك ملي كتبقى لك مثلا واحد 40% كيدير معك فاسيليتي على 10 اشهر. المهم والشيك كيدار فيه لاطه التاريخ، ملي كيوصل التاريخ كيتدفع عندك ما عندكش، ماشي شغل هو، هادشي شغلك انت. اون فوا النهار الاول ملي كتاخذ من عندهم فاسيليتي كيحملوك المسؤوليه ديالها بوحدك. خلصتي مرحبا، ما خلصتيش راك تاخذ الاجراءات ديال المحكمه وتمشي انت للحبس. وانا مثلا هاد الفاسيليتي انا باقي ما كملتهاش، وعندي كريدي ديال البنكه، راه غتجي البنكه غتبدا تهز ليا في الطوموبيلات، ما غيرحمونيش، حيت ملي غتولي عندي 3 شهور مثلا فيها 60 مليون راه ديال لي سان بي راه ما غادي يرحمونيش، راه يجيبوا الديباناج بامر من المحكمه وهذاك الشيء عندهم قانوني، غيبداو يهزوا لي في الطوموبيل. الطوموبيل مثلا واخذ انا ب 30 مليون، باقي عندي فيها مثلا غير 14 مليون ديال البنكه او 10 المليون، راه ما يرحمونيش، غيجي يهز لي هو الطوموبيل ديال 30 مليون يهز لي هو على 10 المليون. وهذا الشيء راه حنا كنشوفوا القطاع راه غادي في الهاويه. السلام عليكم، معكم غزواني صاحب شركة كراء السيارات بمدينة السطات. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء، وفي الظروف اللي حنا كنعيشوها مع الجائحة، شركات اللي هي هناك بمدينة السطات متضررة جدا بهذا الوباء. حنايا دابا حاليا ما خدامينش، جميع السيارات اللي عندنا واقفة، وحنا مطالبين وملزمين تأدية الفاتورات اللي علينا، منها التأمين، منها قطاعات البنكية ديال الكريدي اللي عندنا. حنا دابا في هاد اللحظة هذه مع هاد المرض هذا حنا واقفين ما خدامينش ما حتى شي حاجة. كناشدوا وكنطالبوا الحكومة وجلالة الملك اللي صدر هاد القرار ديالو برفع الدعم لواحد المدة، رفع الاقتطاعات لواحد المدة مؤقتة، المدة اللي هي مدة ديال 3 أشهر. حنا دابا تنفكروا من بعد 3 أشهر غادا تبدا الاقتطاعات، حنا غنكونوا ما خدامينش، غنكونوا أصلا بعدا باقيين ضيخين بهذا المرض هذا وهذا الوباء وهذا. حنا كنطالبوا الدولة، حنا بما أننا شركات كنا مستثمرين بعدا كنساهموا في اقتصاد البلاد. نعم، كشركات كنأديو الواجبات اللي علينا للدولة، هذه سنين ضرائب، يعني كل ما يتعلق بقطاع الشركات حنا كتلقانا دائما في الوقت المناسب كنأديو فيه الضرائب ديالنا، كنأديو فيه. حنا كنطالبوا من الدولة، هذه هي اللحظة اللي خاصها توقف معنا، يعني دعمنا تساعدنا لغاية ترجع المسيره، ترجع الحياه لمسيرتها الطبيعيه ويرجع قطاع العمل للطبيعه ديالو. بالنسبه دابا للسيارات، انا عندي 22 سياره واقفه، 22 سياره اللي هي واقفه. بالنسبه للاسيرونس، لاسيرونس انا ملزم نخلص، حيت حنا كنتعاملوا مع قطاعات اللي هي قطاعات خاصه ما كترحمناش. انا دابا الان في هذا الوباء هذا انا كنخلص اللي عليا. مؤخرا عيطات عليا سوسيتي اللي انا داير معاها واحد الكريدي اللي تقريبا بقى فيها سي موا ويسالي، عيطوا عليا كيطالبوني باش نخلص الفاتورات اللي عليا وهادشي اللي عليا. انا في هذه اللحظه هذه انا ما كندخل والو، انا ما خدامش، وماشي غير انا، العديد من الشركات اللي هي متضرره. يعني اشنو الحل؟ حنا كنطالبوا به حل ملموس،
يعني خاص الدوله، هذا هو الوقت اللي فين توقف معنا هنا الحكومه، فين كنطالبوا الناس سيدنا الله ينصروا. اييه طبيعه الحال هو الاول سيدنا راه هو الاول عطى الامر ديالو باش يترفعوا علينا هاد الاقتطاعات. عاش الملك، هذاك دائما من سندنا بالدرجه الاولى وكنوجهوا ليه الشكر. وف بلا ما نطير عليكم، كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ومن جلالة الملك ومن الحكومة تشوف رمضان مبارك سعيد تشوف في هذا القطاع هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزيل الشكر.